يلا بينا اول حلقة من مراجعة الصف الثالث معانا. اي مروان طبعا حل ده كتاب ستيب هيد. تمام، اللي معاه كتاب ستيب هيد يلا معايا، انا بحب المراجعات بتاعته في نفس البيج. اي كان سي نمبرز اي كان. طبعا لما يجي لكم كان وكانت بالشكل ده لازم يعملوا ايه؟ يترجموا زي ما اتفقنا يا مروان. تمام، لازم اكمل. يبقى سي نمبرز، بقول الارقام اتس ايزي. هنا ايزي سهل، يبقى قبل ما تستعجل تقول اقدر ولا ما اقدرش اشوف كلمه تساعدني. اتفقنا ايزي سهل، يبقى فعلا كان مروان صح. شي كانت، خدنا قاعده تانية بتقول لنا ان الكان والكانت بيجي وراهم ايه؟ مصدر ساده ما فيهوش زياده، عشان كده مروان اول ما لقى كانت اختار جو بس. تمام، وشي كانت جو تو لوكسور باي بايك، تقدرش تروح لوكسور بالعجله. تمام، اي كان ولا كانت برضو قلنا مش هينفع نختارها لما نشوف ترجمه كلمه تساعدني. درايف ا كار، بيسوق سياره. ام ستيل يونج، انا لسه صغير. في حد صغير يسوق سوري يسوق عربيه؟ لا، يبقى كانت فعلا صح. يبقى دايما كان وكانت، اوعى تستعجل في الامتحان وتختارها الا لما نشوف ايه كلمه في بقيه الجمله تساعدني، يعني اقراها للاخر وترجم. هي كان لسه قايلين بيجي وراها ايه؟ مصدر ساده ما فيهوش زياده، يبقى هيلب صح زي ما استاذ مروان اختارها. برافو عليك. بعد كده جايب لي مقارنه ما بين اند وبات وسو. قلنا قبل كده سريعا ان اند بتربط ما بين جملتين بيكملوا بعض، بات بتربط ما بين جملتين عكس بعض، سو بتيجي في النص قبلها سبب وبعدها نتيجه، وبرده الترجمه رقم واحد بتساعدنا. تمام، وضحها كده ميرو. they like monuments، هما بيحبوا الاثار. they want to go to Luxor. تمام، دي غلطه عندي ميرو. تعالوا نعرف ايه السبب. هما بيحبوا الاثار. تمام، هاي هم عايزين يروحوا الاقصر. طب ما الاقصر فيها اثار، ازاي عكس بعض؟ بيحبوا الاثار ورايحين الاقصر، يبقى ايه؟ سو سبب ونتيجه، يعني انا بحب الاثار جدا ولذلك انا هروح فين؟ انا عايز اروح ايه؟ الاقصر. كده اتفهمت؟ او ده السبب اللي هو يعني كاني لاني بقول لاني بحب الاثار ولذلك هم هيروحوا ايه؟ او عايزين they want to، يعني هم يريدوا ان هم يروحوا الاقصر، يبقى لازم اترجم. فدي اول غلطه. We should have a healthy heart. تمام. We should have a healthy heart. يعني المفروض يكون عندنا قلب صحي. A healthy body. And الاتنين بيكملوا بعض عادي. برافو عليك، دي صح. يعني قلب صحي وبرضو جسم ايه؟ صحي. فطبعا مفيش حاجة عكس بعض، يبقى and هي اللي صح. I like burger. أنا بحب البرجر. It's unhealthy. غير صحية. برافو عليك، عكس بعض. في ناس دايما تقول لنا والاغلب مدرسين للاسف يقولوا لو لقيت جمله مثبته وجمله منفيه اختار بط. طب ما هي جايه لك اهي عكس بس بالمعنى مش بالنفي. اهو اي لايك برجر، انا بحب البرجر، وهي غير صحيه. مش دول حاجتين عكس بعض؟ اهي باينه قوي، بحب حاجه قوي بس مش صحيه، لكن يبقى بط صح. هاو نقط، اقول لك على طريقه سريعه. لو لقيت هنا طول اختار طول زي مروان عمل. لقيت لونج اختار لونج. اهو شفت السرعه. هاو طول اجابتها بتبقى في الاخر طول، كم الطول. هاو لونج اللي هو الطول بالطول كده. هاو لونج الطول بالعرض، وانا بقيس بالعرض ومع الاشياء. هاو طول مع الاشخاص. تمام، هنا لونج، يبقى لونج صح وطول صح. برافو عليك. ذيس باج وي، يعني الشنطه دي وزنها 5 كيلو. ليه بقى؟ لان الوزن بالكيلو، الوزن يزن اهي بالكيلو جرامز. يبقى برافو عليك. وات وود يو لايك تو ايت، ده سؤال للعرض اسمه وات وود يو لايك تو ايت. وضح كده الاجابات عشان زمايلك ايه بيراجعوها معانا. ايوه ما تبعدش كده. What would you like to eat؟ ده سؤال للعرض، ماذا تريد ان تاكل؟ milk and butter، يعني الحليب والزبده are their products، يعني منتجات البان. منتجات البان. I نقط، الام تنفع والهاف تنفع، يبقى لازم اترجم. I have like fish ولا and rice please. هي am ولا have ولا would؟ إجابة مروان هنا غلط، لأن هنا أنا أريد، ما ينفعش أقول أنا أكون، مش الآن معناها أكون. أنا أكون بحب، ما ينفعش آم إلا لما يكون وراء فعل أي إن جي. ينفع أي هاف لايك، أنا أملك أحب؟ لأ، يبقى أي وود إيه؟ أي وود لايك. ودي الرد على السؤال بتاع وات وود يو لايك، لما يجي ويتر كده جرسون يقول لك وات وود يو لايك تو إيت، تحب تاكل إيه؟ أو مامتك في مطعم بتسألك وات وود يو لايك تو إيت، أهي ده ردها أي وود لايك. يبقى أول ما تلاقي لايك تختار وود، أول ما تلاقي لايك هتختار إيه؟ وود. يبقى ما ننساش تاني أي وود لايك. اللي بعدها وي إيت ميت أور تشيكن، بناكل اللحمة أو الفراخ فور مين كورس،
اوكي دول ما بيتاكلوش كأنهم وجبة سريعة كده، دول طبق رئيسي. ديزرت يعني تحلية، طبق رئيسي وجبة، يبقى هنا تنفع مين؟ كورس. فروت اند فيجيتابلز، الفواكه والخضروات. جيف اس، بتدي لنا فيتامينز، فيتامينز فيتامينات. رايس بالدينج از ماي فيفوريت مين كورس. وعندي هنا مين كورس ولا درينك ولا ديزرت؟ انت تعرف ان رايس بالدينج يعني رز بلبن، فيعتبر ده ايه، طبق رئيسي ولا يعتبر ديزرت تحليه؟ تحليه. بس يبقى الاجابه دي غلط. عند الرز بلبن احنا بنعتبر ان هو ايه، ديزرت يعني تحليه مش مين كورس. بريد جيف اس، بيدينا كربوهيدراتس يعني العيش بيدينا ايه. ذي نوت بامبس بلاد، بيضخ الدم يبقى هارت طبعا قلب على طول. فيش اند ميت، السمك واللحمه بيدونا طبعا بروتين، كل ده في هتلاقوه في اليونت 12. وي شود ايت، مفروض ناكل هيلثي فود. تشيز اند ميلك، جيف اس الجبنه والحليب بيدونا كالسيوم طبعا صح. Water helps your body، المية بتساعد جسمنا تمام. The nuts desserts ولا snacks ولا nutrients from our food، العناصر الغذائية. How tall ولا long ولا much does your sister weigh، كم وزن ها؟ How much ولا how long ولا how ايه، how tall does your sister weigh، الوزن. Excellent. The pyramids، الأهرامات is 4500 years old، لأن ده عمرهم قد إيه؟ 340 plus 440، يعني بيقول لي هنا 340، 340 plus زائد 400، 450 is، بتدينا إيه بقى؟ 790. برافو عليك، خدوا سكرين كده من الإجابات دي سواء بالصح أو بالغلط، واستنوا الحلقة التانية من المراجعة هنزلها لكم على طول. يوميا هنزل لكم 2 بيجز للمراجعات النهائية بالأخص الصف التالت. أهم حاجة ناخد بالنا من الأخطاء اللي شفناها تمام، اللي هي زي كلمتين عكس بعض، كلمتين عكس بعض يبقى ايه، مش كله بط او اند، لازم اترجم لو سبب ونتيجه. سو سال بتول يبقى انا بجاوب بتول، بلونج يبقى انا بجاوب بلونج. سؤال وات وود يو لايك، هنا لقيت لايك بقول اي وود لايك، مش اي ام لايك ولا اي هاف لايك. الرايس بودينج يعتبر معانا ديزرت يعني تحليه. انا يهمني الاخطاء اكتر من الحاجات اللي اتعملت صح عشان لما تعدي علينا تاني. جود باي. And don't just...